بالمكتوب. ايوه اسمعني اسمعني، احنا سمعنا بالمكتوب وخبروا لنا الحب دخلوا بالوجه لا بني عاصم. ايوه وبعد كان المكتوب كان المفروض تكتب لي قبل دخلتهم. لحظه ما درينا ما مع ابوك يا حبابي. لحظه كنت قاعد اكتب لي بعد تسمع وفايا، لكن دخلتهم لا وصل لا بني عاصم وحصل ما حصل من الحديد. وتقول لي الان ما جرأ هذا المفروض انك تكتب لي اكتب لي. حسن انا حسن انا تحت ربوكم مال واخوه ومنو ومليوخة انا جيت كلمة من الحد ويا عيد حدي وهذا هذا المهدع من الابن. لا 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 تحدى كيف الحدي لحظة كان عد عيني اسمع ما دعيته من اليوم قبل ما تدخله ويقعد يسمع ويقعد بك هذا ما مشكلة من طارق من جلاد كذا من كان يكون بعد قلبه. صلوا على يا اصحاب الناس اخوة وانتوا عقبة وسمعتوا كلام الحقاني ناظره وانتوا دايرين ما هو اللي يطلع وما هو اللي يلزم وكل شيء اسمعنا يا جاد. احنا بنحكم قبل ما حصل وهذا الحديث ما حصل من دخلكم لا بني عاصم ما حصل من الحديث. ترى الناس بتناقل الحديث من الوجه ما حد عرف على عليكم والله ما احنا صاحبنا لا بيسر ولا مزرعته كان احنا ما هو اللي حصل وقلنا احيا هو على كل ما يحل قبل التحلك على المكشوف هذا التحلك على المكشوف هذا حد الوفاء شيء وفاء يا وزني احنا انت مزروخة الله انك تدافع على لا والله صلوا على النبي. لا والله احنا بنعتبرك وافي ولا نشتي نتواجه احنا ابدا ابدا ولا نصلى صلوا على النبي. انت تدري لكن ها لكن ما انتصارة انت تدري الا قدره ونص وعلى عشق ابوه لكن هو وفي فعسل صلوا على النبي. انت تدري على صاحبك وعلى مالك الا طيب وجهك لا تجنبها منك ولا شيء منك ولا في قدره. صل على النبي عليك تقول هو صاحبي هذا اللي فعل فيكم. صل على النبي بعد تشتغل على الله توجعني ما تطالعش علي انا بنت حاجه ما هو القبيله لا هو القبيله لا توجعني القبيله ما راح انت قبيله اللي منعكم يا اصبروا مع هذا الجن. اصبر يا هجم اصبر يا هجم اصبر يا هجم. صل على رسول الله صل على رسول الله اصبر واصحى البزيوها احنا يا اخوي وخلنا جمعتنا لاهليك وجيتنا لباب البيت وجو الناس يلبوا الوجع وجو جو ابو داعي وانتم قتلتوا بالحرد اشتودي محتضرين للجمهوريه بكلها عاصم للجمهوريه اللي بكلها. اسمعني يا بجدي قوى الله اجتمع حاشدي وبكيلي وهمداني وسريحي وحاشدي وضارف واسط باب الحديقه باب الروضه باب القلم الشمعوا كل عبايد يبين عبايد حتىكم من باب شعبنا هذا حتىكم يا رجال شعبني. اسمعوا خبر حتىك يا الحارث انتم مع السنحان من باب شكل من باب شعب لا باب القلم اي من باب شعب احتوى الناس جمعة الطايب واحد قد شينا يشكي ويبكي ويطرح لنا ما بقت حصلت من معونة عاد بكو ما يحرق ما يحرق صاحب الواجب قال الحدود ما ينفع.